Oui.
حضوركم معنا بريس بالاسي حضر معنا من جديد الى المنصه فتحت تصفيقاتكم فتحت تصفيقاتكم يلتحق معنا البطل بريس بودار اولا كنشكر جمهور مدينه خميسات اولا مهما جبنا زلاط الخميسات لان كنعرفوا مدينه خميسات عاصمه رياضيه بامتياز واليوم بهذه المناسبة راح نكشفوا الشباب والمسؤولين جميعا واليوم غنعطيو كلمة البطل أو الخبير في تحدي اللي هو الأستاذ دلاس لأن أستاذ دلاس تفاجأ بهذا الجمهور تفاجأ بهذا الاستقبال والآن غنعطيو كلمة ما ننساوش الأسماء المنظمة اللي صارت وصولوا في الخفاء تظاهرة رياضية وتنظمات مازال عندنا ندوة اللي غندير التكريم ديالها وغنشكروا كل من واحد ساهم من بعيد أو من قريب شكرا للجمهور الزبوني وكلمة الأستاذ دلاس ومنساوش البطل العالمي مصطفى قا ابن مدينة خميسات اللي حاول يجيب هذا المشروع بمجهودة الجبار اللي هو مصطفى قاوة معنا والآن كلمة لأستاذ دلاس لأنه بغى يقول شي حاجة للجمهور كان غادي بحالو قال لك بغيت نقول شي حاجة للجمهور هو مسؤول على كلامه قال لك أنا الجمهور ديالي عندي دايما هو الرقم واحد والآن كلمة لأستاذ دلاس أول شيء شكرا هذا كنشكركم وآخر شكر لكم تبارك الله عليكم وشكرا وعاش الملك الله على الوطن الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك